المواجهة بين أندي ورامي وصلت حدها الأعلى أثناء مباراة القمة بين فريق العمالقة والقارب. أندي بدأ اللعب أولا ثم رامي إلى أن تقابلا وجها لوجه، وكلما كان رامي يصيب كرة أندي كان المضرب ينكسر في يده حتى أنه كسر أغلب مضارب زملائه في الفريق. وظل التعادل مسيطرا بينهما إلى أن ظهر مضرب عاهد شامل ليحمله ولده رامي حتى يستطيع صد كرة أندي الصعبة والتي وضعت فيها ميلودي كل جهدها. وحدثت المفاجأة. رامي يصد الكرة وتمتد باتجاه اليسار، كل من في هذا الملعب يحبس أنفاسه وأعين الجميع مسلطة على ما يحدث في هذا الملعب. لا تزال الكرة مستمرة إلى اليسار، هل ستكون دورة كاملة أم خطأ؟ للأسف إنها خطأ، الجمهور هنا يركز أنظاره على الشعر الأشقر الطويل الذي يدل على أنه لفتاة. أنتي كنت على حق في رأيي، أندي هو ميلودي، ماذا تفعل؟ هيا صور صور. وقت مسقطة. أندي ماذا؟ هل أنت ميلودي؟ آسفة ميلودي، تعنين أنك ميلودي وأنت؟ أنا آسفة. ميلودي هل تعنين صديقة رامي؟ كما توقعت، رامي يضغط على أندي والمباراة متوقفة. لا أستطيع أن أفهم الموقف حتى الآن، إذا كان أندي فتاة فماذا سيحدث بهذه الحالة؟ إذن سيكون هناك مشكلة. كم كنت غبيا لأكون ضحية هذه الخدعة رامي. لقد أعجبت بميلودي كثيرا وكذلك تحمست للعب مع أندي، فعلا كنت غبيا. ميلودي لابد أنك استمتعت بهذه الخدعة السخيفة. أرجوك استمع إلي وصدقني، لم أقصد أن أكون مخادعة. ها؟ ولماذا فعلت ذلك؟ لقد جئت لكي ألعب مع البطل رامي عاهد لسبب. ما هو السبب؟ لقد جئت من الولايات المتحدة حتى أنتصر على كرتك العجيبة. كان بإمكانك أن تفعل ذلك دون لجوء للتنكر بشكل ولد. لكنني لم أستطع. لقد عرفت الآن، لأنك فتاة تقربت مني حتى تكشف سر رمية قوس قزح. هيلة خبيثة. ماذا تقول؟ لقد كنت ساذجا ووقعت ضحية حيلة كهذه. لماذا فعلت ذلك؟ لماذا؟ كنت أحترمك جدا ولكنني الآن أخجل من نفسي. رامي، لم أكن أدرك أنها حيلة، كنت متحمسا للغاية وأدرك الآن كم كنت غبيا. أنا آسفة لكن أخطأت فهمي. لا تلمسيني. أنت كاذبة. إلى أين؟ لا يمكن أن ألعب مباراة بطولة مع فتاة مثلك. المباراة لم تنتهي، فلماذا تنسحب؟ هل يئست واستسلمت؟ طبعا لم أستسلم. إذن العب بكل ما تملك من قوة. لا بأس، إذن سأنهي هذه المباراة وبأسرع وقت. اللاعب أندي. نعم. أريد جوابا صادقا، أخبرني بصراحة، أنت ولد أم فتاة؟ هذا مهم جدا، أجب يا أندي. إنني فتاة واسمي ميلودي باتريشيا نورمان. يا إلهي، إن أندي يعترف أنه فتاة أمام الجميع، أمر لا يصدق أبدا. أنا آسف، هذا مخالف للقوانين الرسمية. مخالف؟ يجب أن تعلم أنه بالنسبة لقوانين البيسبول الفقرة 83 البند الثاني فإن هذه المباراة لاغية. هل تقول لاغية؟ انتظر لحظة، صحيح ميلودي سببت مشكلة، لكن إلغاء المباراة عقوبة قاسية، خاصة أننا لم ننهي المباراة بعد. رامي أسكت.
سيد فادي، نحن لم ننهي المباراة حتى الآن، أرجوك دعنا نكمل. أرجوك يا سيدي. لا يمكن. لما لا يمكن؟ لا يمكن لأن أندي فتاة. إذا كانت أندي فتاة فلماذا لا تستطيع اللعب؟ يجب أن نكمل مباراة اليوم. سيد أسامة، هل يمكنك شرح ما يجري؟ وفقا للقوانين الرسمية، جميع اللاعبين المشاركين يجب أن يكونوا من الأولاد. إذن الفتيات غير مسموح لهن باللعب. هذا صحيح. هناك جدال بين أعضاء اللجنة العليا حول السماح للفتيات بالمشاركة، ولكن في الوقت الحاضر هناك منع رسمي ولا مجال سوى إيقاع العقوبة. كل من في الملعب منذهل مما يحدث. هذه سابقة لا مثيل لها. هذا أمر غريب جدا. أين العدل؟ ولماذا لا تلعب الفتيات؟ رامي، هل يجب علينا اتباع هذا القانون الذي أصبح قديما؟ لحظة يا رامي، لا تغضب، أظن أنني المخطئة في هذا الموضوع. ميلودي، بداية عندما كنت طفلة أحببت الموسيقى وكرست نفسي لدراسة عزف البيانو. كنت في غاية السعادة وأنا أفوز بعدة مسابقات، وبدأ الناس يحبونني ويسمونني العبقرية الصغيرة. كنت سعيدة وراضية، وفي أحد الأيام أخذني جدي إلى لعب البيسبول، وكنت حتى ذلك الحين لا أحب هذه اللعبة وأتساءل لماذا يتحمس الكبار لها. ولكن عندما رأيت اللاعبين يقذفون الكرة ويصدونها ويركضون بكل جهد تعاطفت معها، وبدأت أحس أنها تشبه الدراما بدون سيناريو. لقد أعطتني الدراما الحماس الذي لم أحسه وأنا أعزف الموسيقى. كان اللاعبون يقاتلون بأحاسيسهم وعقولهم وطاقاتهم من أجل الفوز والمجد، وتمنيت وأنا أشاهدهم أن أتفاعل مثلهم في هذه اللعبة. وبدأت التدريب لأصبح لاعبة بيسبول، ولكن في بلدي كما هو هنا الفتيات غير مسموح لهن بلعب البيسبول للمحترفين. لم يكن لدي خيار، فقررت أن أتنكر كبارك، وأصبح أندي الوجه الآخر لميلودي. واستغليت معرفتي بالموسيقى وطورت ما سميته بالصد الإيقاعي والرمية الموسيقية، وبدأ التدريب العنيف يأخذ كل وقتي وجهدي، وصرت ألعب مع الرجال باسم أندي، حتى نسيت لفترة أنني فتاة واسمي ميلودي، وخلطت بين الموسيقى والرياضة في ابتكار أسلوب جديد للعب. وفي أحد الأيام عرفت عن ولد صغير عبقري اسمه رامي عاهد، فقررت أن ألعب معه وأحطم الكرة السرابية، ولهذا جئت. ميلودي، عندما رأيتك تقذف الكرة شعرت بارتجاف في قلبي، وأحسست أنني أريد أن أضحي بحياتي كلاعبة بيسبول مقابل مباراة معك. من أجل أن تلعبي معي؟ وللأسف انتهيت. لا أبداً، لم تنتهي مباراتنا بعد، فلنكملها للنهاية. لا نستطيع، القانون واضح. ميلودي، سيد مهند، سيد فادي، ولكم جميعاً أنا آسفة ومستعدة لأي عقوبة. انتظري لحظة. هاي ميلودي، ماذا ستفعلين بهذه المباراة؟ سيد مهند، أرجوك تصرف. سيد فادي، تفضل. ليس عدلا. أود أن أوضح ما حدث. الآن كما تعرفون فإن أندي خرق القوانين، ولهذا فالفوز في هذه المباراة لفريق العمالقة. أعيد، هذه المباراة للعمالقة، ونطلب منكم أن تتقبلوا هذا القرار بصدر رحب. هذا ليس عدلا. لا، أنا لا أقبل. تبعا لقوانين البيسبول يعتبر فريق العمالقة فائزا بتسعة نقاط مقابل لا شيء. لا. أنا وميلودي في منتصف مباراة، لقد عرفت أنها مخالفة للقوانين. اسكت. ورغم ذلك حضرت إلى البلاد متنكرة كولد لأنها تريد أن تلعب مباراة معي. لا تقاطع. أشعر أنني محظوظ جدا لأنها اختارتني كمنافس، رغم أن ذلك مخالف للقانون، غير أنني أقبل التحدي. اتركوه. لا أحمل الوزر ولا أريد أن أنهي هذه المباراة مهما كلفني العار. دعوني أكملها. خذوه بعيدا، أخرجوه من الملعب حالا. هيا.
رامي اهدأ حالا. أنا لا أطيق هذا، لقد كان والدي يقول إن البيسبول هو حلمه وقطعة أي رياضي في العالم. اللعبة سيئة رامي. لا يمكن أن يكون البيسبول هكذا، أنا سوف أعتزل، لن ألعب أبدا. سأعتزل اللعب، أنا لن ألعب ثانية. نحن ذاهبون، أحضروا رامي الآن. لن أذهب مهما كلف الأمر. رامي نحن معك، لا تترك الملعب أبدا. معه حق، يجب أن لا يذهب. المتفرجون في المدرجات يهتفون لرامي لا تذهب، لكن القرار اتخذ. لا داعي لاستغفارنا، كيف ستذهب؟ ليبدأ اللعب. دعوا رامي يلعب المباراة مع ميلودي، سنبقى هنا، سنبقى. الهتاف يزداد أكثر فأكثر، الملعب يلتهب، جاء وقف المباراة بعد الجولة الثانية، لقد شعر الجميع بالذهول بعد هذا الحدث غير العادي. سيد مهند، إنني. اهدئي، هل تسمعين الآن هتاف الجماهير؟ عشرات الألوف من المشجعين في الملعب يريدون إكمال المباراة، تشجعي، هيا تشجعي. ميلودي تعالي ولنكمل المباراة سويا. رامي لا داعي، حاول أن تكون منطقيا وهدأ. سيد نائل إنني منطقي جدا. رامي. سيد هامي، سيد نائل، سيد فادي، جميع لاعبي الفريق، أود أن أشكركم على كل شيء. ماذا تقصد؟ أتعني؟ إنني أستقيل الآن من الفريق حتى أستطيع أن أفعل ما أريد دون أن أسبب مشكلة لأي أحد. ستترك الفريق؟ ميلودي تعالي، ماذا تفعلين؟ صديقي رامي. إلى متى ستتركين رامي ينتظر؟ ميلودي تتقدم جهة فريق العمالقة. إنها تركض باتجاه الملعب. هذه هي مباراة العمر، لا مانع أن أعتزل بعد ذلك. شكرا. جيد رامي، إنني متأثر، لا يهمني رأي الآخرين، سأدعم موقف رامي. نعيم أعطني القفاز، هيا اتبعني. مستعدة؟ نعم سيدي. سأمسك الكرة لك، أنا جاهز. إنه رائع. ميلودي جاهزة؟ نعم جاهزة. أحسنت، إنها رمية جيدة. لماذا تضيع الوقت؟ تريد أن تلعب أليس كذلك؟ فأنت شريك ميلودي، لماذا أنت واقف هكذا؟ أتحرك بسرعة. نعم سيدي. ما الذي يبقيكم هنا؟ اذهبوا إلى الملعب، اذهبوا حالا، هيا. يا إلهي، أنا الآخر ذاهب لتشجيعهم الآن. رامي سنشاهد المباراة. لا مانع لديك. هيا العب وصد الكرة. أنا سألعب سيد نائل. حسناً، اللاعب الأصيل وصل، سأخرج الآن. جيد، عرفت أنهما سيلعبان. ميلودي أهزم رامي، ألا أشجع العنصر النسائي. ستكون سابقة خطيرة، يجب إيقافهم فوراً. إن الجمهور لن يعجبه ذلك. بإمكانك أن ترمي أي كرة تريدين، سوف أمسكها وبأي طريقة. نعم قاتلي صغيرتي. ميلودي هيا العبي، نحن معك، لا تخشي شيئا. شكرا، شكرا لكم جميعا. معلومات هامة، شيء غريب، سأتصرف. هذا كل شيء، أرجو ألا تمانعوا. بالطبع،
هاي أرسلها بسرعة وإلا سيفلت زمام الأمور. المفوض أخبركم؟ لا بأس فهم. ماذا؟ هناك قانون خاص؟ ستكون مباراة الوداع قبل الاعتزال لتكون قوية. سوف أضع كل جهدي في هذه المباراة، أعدك بذلك. توقفوا. أرجوك جدي، ماذا تفعل؟ جد ميلودي؟ لا يوجد شيء تخلقين من أجله، كل شيء تم ترتيبه، والآن أكمل اللعب. تقول نكمل اللعب؟ نعم، وأنت كمدير لفريق القارب هل لديك أي مانع؟ لا مانع لدي، ولكن لا أعرف بالنسبة لفريق العمالقة. أكره أن أرى مباراة لا تتم، فلنكمل المباراة. ابدأوا اللعب. وصلتنا الآن آخر الأخبار، المفوض سيعلن عن قانون خاص لهذه الحادثة. صح. أرجو الانتباه، سأقرأ عليكم القانون الخاص بالنسبة للمخالفة التي قام بها أندي في المباراة بين فريق القارب وفريق العمالقة اليوم. تعتبر المباراة حالة خاصة، وتعتبر المباراة بمثابة مثال لمستقبل لاعب الفتيات، وبموجب هذا الاستثناء الخاص يعتبر إبعاد أندي من الفريق لاغياً وتستمر المباراة. كاننا الاستمرار في اللعب سيدي. نعم رامي بالطبع تستطيع. رائع، حمدا لله، التطور يأخذ مجرى بصورة جيدة. أصدقائي الأنسحاب العمالقة الرائعون. تم. كف عن الصراخ. كان لدينا هدف جيد وهو لم يضع هباء. تعلمت الكثير من الصغيرين. الحلم يجب أن يكون كبيرا، لماذا لا نفتش عن فضيحة كبيرة جدا؟ المهم أننا حاولنا. إنه حكم صائب ومريح للجميع. في رأيي القوانين يجب أن تدعم اللاعبين دائما. المباراة تبدأ ثانية. قاتلي بكل قوة حتى لا تندم على وشك. بعد المباراة سأدعوها للغداء معي. الوقت مبكر على التفكير بالدعوات، ركز. رامي عليك أن تركز على اللعب أولا. أرجو أن تثق بي. لا أحد سيوقف تقدمنا بعد الآن، سأذكركم بذلك بعد المباراة. ابدأوا. لن يتحقق الدرهم، ليس حلم أندي، بل حلم ميلودي. ميلودي مقابل ذلك كان حلم. رامي متقدم 2-0. ميلودي ستبدأ. سأبذل كل جهدي وستفخر بحفيدتك. في البداية نرى ميلودي. ويردها إلى يمين الملعب. ستكون داخل عمود الملعب. لا خرجت خارج العمود بثلاثين سنتي. لا يصدق، إنها المرة 17 على التوالي. أشعر بها، أستطيع أن أصدها. خذي. لم يستطع أحد أن يصد كرة الموسيقية، فكيف تستطيع أنت؟ والآن تستطيع أن تصد ببطن المضرب، كيف تستطيع أن تفعل ذلك؟ الآن لن أخطئ وأنا لن أستسلم. انتظر جواب لك. ضربة جيدة إلى اليمين تكاد تلمس خط الملعب. لاعب اليمين يركض للقاعدة. نعم إنها دورة كاملة. رامي يفعل ذلك أخيرا، لم يستسلم وسجل دورة كاملة في النهاية. فعلتها. نعم لقد صد كرة الموسيقية وهزمني، ولكنني لا أشعر بمرارة الخسارة. شكرا.
شكرا لك يا رامي، شكرا على هذا العمل الجميل، ولكنها ليست نهاية مباراتنا. في المرات القادمة سأسجل أنا دورة كاملة.